يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ملحقات السلاح. ملحقات السلاح، كل فيديو بنزله بحكي عن أفضل إعدادات لسلاح معين. هلأ بدنا نحكي على سلاح الماكتان، سلاح الماكتان الرهيب الجبار السريع اللي هلأ كل العالم عم تستعمله. سلاح الماكتان بيتمكس على ليفل 55، هو من سلاح الكولد وور. سلاح بحبه كتير، اس ام جي سريع، موبيلتي كتير سريع فيه، الفاير ريت فيه عالي كتير، بيلبيك وين بحيلا زاوية فتت فيها وبيبرم معك السلاح بشكل رهيب. الماكتان بنصحكم فيه، بيمشي مع سنايبر وبيمشي حتى مع الاي ار. بدنا نبلش بسلاح الماكتان. سلاح الماكتان، اول شيء المزل ايجنسي سبريسر اخر خيار، البرل كمان اخر خيار 5.9 تاسك فورس، ليزر ما بنحط، اوبتيك اكيد ما بنحط لانه سلاح للكلوز رينج، للمسافات القصيرة، للمسافات القصيرة، وميد رينج والمسافات المتوسطة اذا كان ايمك شوي ثابت، او فيك كمان تحط له ستوك ليصير شوي للمسافات المتوسطة، بس انا بنصح فيه مثل ما هو هيك. لك شو حلو، لك شو مرتب قصير بتتحكم فيه كيف ما رحت وكيف ما جيت. ف اندر بارل بنحط رابع خيار سترايكر جريب، امينيشن الممشط بنحط رابع خيار ستانج 53 رام درام، والرير جريب بنحط رابع خيار SASR جانجل جريب. السلاح المكتان بنصحكم فيه جميعا، شوفوا ما أفخمه، شوفوا ما أجمله، شوفوا شو حلو. حيالله سلاح بدكن أفضل إعدادات عليه اكتبولي بالتعليقات وأنا برد على جميع التعليقات. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله منشوفكن بمقطع جديد وسلاح جديد. تصبح على خير.